السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعرف مين زار البروفايل بتاعنا على الفيسبوك. طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. مبدئيا عشان تتأكد برضو بنفسك ان الطريقة مضمونة 100% مش 100%، تقدر تعمل حساب فيسبوك جديد دلوقتي وتدخل على البروفايل بتاعك، وهترجع تعمل الطريقة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. هتلاقي فعلا ان الايميل اللي انت دخلت بيه بنفسك على البروفايل الرسمي بتاعك هتلاقيه ظهر معاك، وبكده اي حد دخل على البروفايل بتاعك هتلاقيه هيظهر معاك في القائمة اللي هنفتحها مع بعض دلوقتي. ولكن في ملحوظة لازم نقول لك عليها، ان القائمة اللي احنا هنفتحها مع بعض دلوقتي اللي فيها الاشخاص اللي زاروا البروفايل بتاعك على الفيسبوك، كل الاشخاص دول مش اصدقاء معاك على الفيسبوك. فلو انت هتجرب الطريقة ديت بنفسك انك تدخل على البروفايل بتاعك، فلازم تعمل الطريقة ديت من ايميل ما يكونش صديق معاك على فيسبوك. يلا بينا على طول على بركة الله. اول حاجة نعملها هندوس كده مع بعض على انشاء قصة، وبعدين نبدأ نحدد أي صورة، وليكن مثلا صورة زي كده على سبيل المثال مثلا، وبعدين هندوس على ترس الإعدادات اللي موجود تحت هنا على اليمين، وبعدين هنختار من هنا الخصوصية. بعد كده هيفتح معانا الصفحة دي، هنيجي هنا عند مخصص هندوس عليها بالشكل ده، هيفتح معاك قائمة الأصدقاء عادي. ولكن لو حودنا يمين كده مع بعض هتلاقيها هيفتح لك قائمة كل الأشخاص اللي دخلوا على البروفايل بتاعك. هتبدأ تنزل كده تحت، هتبدأ تلاقي ان كل الاشخاص دول زاروا البروفايل بتاعك وتقدر تعرف هم مين. وهي دي انسب طريقة اللي تقدر تعرف بيها مين زار البروفايل بتاعك. اي نعم، في ناس كتير على اليوتيوب عملوا فيديوهات وقالوا لك ان مفيش اي طريقة تقدر تعرف بيها مين زار البروفايل بتاعك، وفعلا دخل على صفحة الدعم من فيسبوك، وفعلا الدعم بتاع الفيسبوك بيقول لك ان مفيش اي طريقة تقدر تعرف بيها مين زار البروفايل بتاعك. ولكن دايما في كل تطبيق او ابلكيشن بيكون فيه ثغرة بسيطة بتقدر تعرف منها المعلومة اللي انت عاوزها. وطبعا انا قلت لك تقدر تتأكد بنفسك عن حاجة زي كده ازاي، انك تعمل اي ايميل تاني وتبحث عن البروفايل بتاعك، هتلاقي ان الايميل اللي انت عملت بيه زيارة للبروفايل بتاعك ده هتلاقيه فعلا اتسجل وبقى موجود معاك في القائمة دي، وهتلاقيه هو بقى اول واحد فوق، لان هو هنا بيبدأ يجيب لك احدث ايميل دخل على البروفايل بتاعك. وبس بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ويا ريت لو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وان شاء الله ارد عليكم على طول. واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.